السؤال اللي عطيتيني هو حول الموضوع ديال المشروع ديال لا بريز او رونديفو فيا بورتنيت. هذا المشروع اللي جابته الوكالة الوطنية للموانئ، كيف عدة مشاريع جابتها الوكالة الوطنية وعدة مشاريع اللي هي وطنية اللي حنا بالدور ديالنا كنساهموا فيها وكنكونوا دائما في الواجهة ديالها، لأن أي مشروع كيخدم الاقتصاد الوطني وكيخدم قطاع النقل الطرقي راه حنا كنساهموا فيه بواحد الشكل كبير. اللي كاين هو هاد الموضوع ديال لابريز او رونديفو، الولوج بالموعد فيا بورت نت. حنا ريحنا مع الوكاله الوطنيه، كانت عده اجتماعات مع الوكاله الوطنيه ومع الجمارك، اداره ديال الجمارك المغربيه، وعده فاعلين بالميناء ديال الدار البيضاء كياخذوا الاراء ديالنا حول هذا المشروع هذا، وكيفاش غنخدموا به جميع وكيفاش غنتعاونوا باش يحسن من الوضعيه ديال الشحن والافراغ والولوج للميناء بواحد الاريحيه. فعلا حنا ما كنعرضوش شي مشروع ولا كنقولوا لا هذا المشروع ما خدامش لينا ولا خصنا نناقشوا ونجلسوا عليه، وفعلا كانت عده حوارات وعطينا واحد النقاط اللي هي مهمه، النقاط اللي هي مهمه اللي كتخصنا حنا في الكويزين انترن ديالنا ديال قطاع النقل الطرقي، لان كحنا كجامعه ولا راه كاين عده تمثيليات اللي كتمثل هي قطاع النقل. دونك غادي ندوي بالاسم ديال كجامعه. النقاط اللي اشرنا لها وهي الكيفيه ديال الولوج، البنيه التحتيه، الانفراستركتور ديال 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 هذا المشروع هذا. حنا عندنا مشاكل كما اشرنا لها داخليه كويزين انترن ديالنا، لا بالنسبه لي زونتربرونور دو ترونسبور دو مارشانديز ولا السائق المهني ولا عندنا. اولا حاجه اللي لقيناها دابا صعيبه خصنا نحلوها هي المشكل ديال مدونه السير مع المشروع، جات مع المشروع المدونه السير ووزاره الشغل على التوقيت اللي غادي نخدموا به حنا، كيفاش غنتعاملوا مع هذا التوقيت هذا ومدونه الشغل مدونه السير. عطينا واحد النظام اللي غنخدموا به، ووزاره الشغل عاطيه قانون ديال الشغل والساعات ديال الشغل اللي خص يخدم بها السائق المهني. بالنسبه لي انا كباترون غادي نقول اودي انا حر، ولكن السائق لا، غيجي يقول لك اسيدي انا خصني نخدم تعطيني القوانين ديال الشغل ديالي. هذا القانون ديال السائق المهني هو اللي لقينا هذا الشيء دابا، العرقله وهاد المشاكل اللي لقينا عندنا هي مع السائق المهني. وبالنسبه لنا حنا مع المدونه ديال السير، لذلك طلبنا من الوكاله انها تعطينا مهله باش ناخذوا واحد الوقت كافي باش نتشاركوا فيه جميع، نحطوا النقاط اللي حنا هاد النقاط اللي هي خصنا ندرسوها ونحطوها على ارض الواقع. من ضمن هاد النقاط المطلب اللي طلبنا هو المحطه الطرقيه لمقاوله النقل الطرقي بالموانئ كفاعلين مينائيين حنايا. النقطه الثانيه هو نناقشوا كما قلنا الموضوع ديال السائق المهني، وخصنا نناقشوا هاد المواضيع على مستوى وزاره الشغل وزاره النقل والتجهيز باش نلقاو حلول كافيه باش هاد المشروع هذا ينجح ويخدم الصالح ديال الاقتصاد الوطني والصالح ديال القطاع النقل الطرقي ويخدم السائق المهني. دونك حنا باب الحوار مع الوكاله الوطنيه دائما مفتوح، حنا دائما في اجتماعات وفي حوارات. كما كتعرفوا ان المعشرين والمستوردين هما المسؤول الاول على هذا المشروع هذا، لانه هو اللي عنده لامه باش ياخذ الموعد للشحن. بالنسبه لي انا كمقاوله ديال النقل غادي نمشي عند المعشر ولا عند المستورد، الا كنت كنخدم مع المستورد مباشره ولا مع المعشر اللي هو كيخدم مع المستورد، هو اللي غادي ياخذ لي هذا الموعد هذا. هذاك الموعد فعلا انا ما عنديش فيه لما، ولكن عندي النسبه الكبيره ديال التحكم غير مباشر. صافي دير انا جاب لي هذا لو رونديفو مع 8 الصباح كيعطيوك ساعتين من 8 حتى ل 10. هذا مثال، باقي حنا ما دخلناش في سميتو في الموضوع مباشره من النقاط اللي غنشير ليها من 8 ل 10.
بارفوا كنلقاو حنا في الميناء ان الباطو باقي ما حطش لو كونتينر كاع اللي غادي تشارجي تحط يدخل لا فيزيت سميتو باقي ما لوكاليزيش البيان خرج ديال الجمارك حيت الجمارك كتخلص كتادي المسائل ديالك كيعطيوك البيان هذيك الجمارك ما كتعطي المعشر ما كيعطيك داك الرونديفو حنا ملي كنمشي لذاك الرونديفو ندخل به حنا جربناه ماشي مجربنا كندخل به الميناء كنلقى انا باقي راسي باقي ساعتين ديال المكانه اللي عاطيني باش ندخل نشارجي ونخرج باقي ما تلقيتش داك الحاويه اللي هي الكونتينر هذه نقطه بعد غير بدايه لذلك كان كما قلنا كنشيروا ليه انه المشروع حنا ما عندناش مشكل حيت المشاريع اللي جاتنا الوكاله الوطنيه سابقا كانت مشاريع كاع عملنا فيها جميع وشاركنا فيها وكاين اللي نجحات وكاين اللي ما نجحاتش كنستقبلوا بواحد الصدر واسع زعما وهذا المشروع هذا خصو شويه ديال الوقت خصو الوقت دابا كنعرفوا بان راه فيا بورت نيترا لي ترانزيت تاعي ياخذوا لو رونديفو كياخذوا هادي حنا غادي نبسطوا هاد المساطير بالنسبه لي انا كنطلب انه ملي ياخذ لو ترانزيتير لو رونديفو ويجيب لي الوراق ولا المستورد انا ملي نجي ندخل كون داخل لو بور ندخل باريحيه ما نلقاش عرقاله ولا مشاكل خصني ندخل نشارجي ونخرج في حالاتي حنا غنمشي انا بالنسبه لي كشخص ولا كرئيس منتدى الجامعه باسم الاخوان اللي هما معايا كنقول بان غير خصنا الوقت باش نطلقوا في هذا المشروع وإلا نجح ان شاء الله راه غادي ينجح الاقتصاد الوطني المهني النقل الطرقي وإلا ما نجحش راه ما غاديش ينجح الاقتصاد الوطني والفاعلين ديال الميناء من ضمنهم نحن كمقاولات النقل الصغرى والكبرى والمتوسطه كاين واحد النسبه اللي هي ولكن كاينه ظروف عاوتاني حيت هاد البيريود هادي دابا ديال الصيف كتعرف كلشي كيمشي في عطله صيفيه دونك هنا ما غاديش ديما كتكون شويه القضيه ناقصه في الواردات في الواردات والمشكل اللي حنا في الصدد ديالو اللي جينا زعما في هاد الكازي هذا شويه سيري هو جينا في هاد الجائحه ديال كوفيد 19 كتعرف اثرت بزاف على المقاولات ديال النقل اثرت بزاف واحد 100% اثرت على الناس نفسيا ماشي نفسيا اثرت علينا اثرت على الاقتصاد الوطني مع الدعم ديال صاحب الجلاله نصره الله المقاولات الصغرى والكبرى وهاد ليفور اللي دار سيدنا وكل شيء تعاوننا عباش نفسيا اننا ننقصوا من هاد لو ستريس هذا وكما كتعرف بان دابا الامور ان شاء الله بدات كتحسن وكنتمنوا ان يكون شويه ديال الوقت خصنا الوقت باش نمشيو مع هذا المشروع هذا وحنا افيك لي بغا اوفير ما كاينش مشكل ان اي حاجه كما قلت شرط ليها في السابق كتخدم الاقتصاد الوطني وقطاع النقل الطرقي حنا معها وشكرا لك.